الحقيقة في الفترة دي من كل سنة يعني كل البيوت المصرية بيكون شغلها الشاغل هو الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة، وبتلاقي حالة من الترقب والقلق، والناس ابتدت خلاص يعني تعلن حالة الطوارئ داخل البيوت المصرية علشان عندنا حالة ثانوية عامة. قرايبهم يبتدوا بقى مفيش زيارات، مفيش خروج، الناس قاعدة كلها في معسكرات للمذاكرة. ناس كتير بتبقى شايفة ان الضغط ده ممكن يكون ليه نتيجة مؤثرة على الامتحانات ونقدر نحصل اكتر، ناس بيكون ليها رأي مختلف وليها طريقة مذاكرة مختلفة. احنا الحقيقة يعني قلنا نتكلم كده مع يعني ناس خاضوا التجربة ونمشي بمبدأ اسأل مجرب، ورحنا الحقيقة للأوائل. عمر وائل محمد الأول على الجمهورية علم رياضي علم رياضة، وكمان سهيلة علام السادس على الجمهورية أدبي. مساء الخير عليكم، نورنا. مساء النور. لما نتكلم مع الأوائل بيبقى كل اللي في دماغنا هم كانوا بيذاكروا إزاي، يعني هم عملوا إيه علشان يكونوا من أوائل الثانوية العامة، والروجيتا اللي ممكن تكونوا ماشيين بيها طول السنة علشان في الآخر تكونوا من أوائل الثانوية العامة. نبتدي مع سهيلة. أوكي. اعتقد ان اهم حاجه في ثانويه عامه تقريبا ان احنا ننظم وقتنا كويس قوي، ان احنا ما نراكمش حاجه علينا، احنا نحاول على قد ما نقدر في الوقت اللي احنا ممكن نكون مضغوطين فيه ان احنا نرتب اولوياتنا عشان نعرف نأدي فعلا صح، ويعني نبقى عارفين ان السنه دي فعلا سنه تقيله فنستحملها مع بعض كده. ايوه، يعني انت مثلا كنت بادئه ده من اول السنه ولا الشهر اللي قبل الامتحان ده ليه طقوس مختلفه؟ لا بصي، هو اول السنه بالظبط كنت حاطه رول ان هي تكون زي اخر السنه، يعني هو الريتم يبقى واحد. طبعا في الاخر بنشد اكتر بكتير، بس يعني المهم ان انا ما اقعش في النص، حته ان ممكن لو وقعت في النص دي تخليني ابقى مستتقله الموضوع في الاخر، فبس لا، هو الريتم لازم يكون واحد من الاول للاخر. طيب دي سهيله ودي المدرسه الادبيه، خلينا اروح لك بقى يا باشمهندس وتكلمني كده ازاي كنت بتعدي مرحله الامتحانات دي، وخصوصا الشهر اللي قبل الامتحانات، وانا اعتقد انه ده بيبقى يعني اهم شهر في السنه كلها. هو فعلا اهم شهر، لان يعني في الاخر انت بقى بتاخد اللي انت قاعد بتبنيه طول السنه، فكنت مركز يعني على اكتر حاجه ان انا ما اوترش نفسي عشان ما اضيعش مجهودي وتعبي بالتوتر ده، لان في ناس بتيجي في اخر شهر تتوتر او جوه الامتحان يتوتر ينسى كل اللي هو ذاكره ويخش ينسى كل حاجه. فلازم يبقى هادي ويثق في ربنا ان هو مش هيضيع تعبه اللي تعبه طول السنه، وما يخليش يعني يكون بيفكر ان الامتحانات دي هي اخر الدنيا، يعني انا كنت بفكر في كده بس، فعشان كده كنت داخل على الامتحانات. طب امال كنت بتفكر ازاي؟ كنت شايف مرحله الثانويه العامه دي ايه، وامتحانات الثانويه العامه اللي هي بعبع بالنسبه لناس كتير، شايفها ايه؟ كنت شايفها يعني مش هقول يعني سنه زي السنه لان هي فعلا مهمه، بس كنت شايفها عادي، يعني انا عملت اللي عليا وانا مذاكر وعارف مذاكرتي عامله ازاي وعارف انا ادائي فين في الامتحانات اللي حليتها قبل كده، فكنت داخل مطمن شويه. والبيت كان بيتعامل ازاي مع حاله الطمانينه اللي عندك دي؟ هو الصراحه محدش فيهم في البيت خالص كان بيضغط عليا في حاجه، كان كلهم يعني ريلاكس، محدش كان اللي هو متوتر قوي، عشان انا برده كنت ايه، هم شايفيني بذاكر وكده، فما فيش حد اللي هو كان بيقعد يقول لي ذاكر ذاكر ذاكر، فانا كنت يعني مسبق. كانوا سايبينك معتمد على نفسك، عندهم ثقه فيك. طب سهيله، البيت كان بيتعامل ازاي مع شهر الامتحانات ودخلت الامتحانات دي؟ لا الصراحه مامتي وبابايا كانوا دايما بيسبورت اللي انا بعمله، يعني هم بجد وقفوا جنبي قوي، ما حدش فيهم كان بيضغط عليا باي طريقه. هو ايه الدعم صحيح؟ ايه طريقه الدعم عشان الاهالي لما يسمعوا ادعموا؟ طيب ما انا باكله وباخد بالي منه. ايه طريقه الدعم اللي انتوا بتبقوا محتاجينها؟ اكله دي حاجه مهمه جدا، اكله دي حاجه مهمه جدا جدا بجد، يعني انا كنت بقعد ويخش لي على المكتب احلى اكله، دي كانت احلى سنه في حياتي. ايوه شخصياً احلى اكل كلته كان في الثانويه العامه، بالظبط كان احلى اكل. فلا يعني الدعم اللي هو لو انا كنت مثلا بجيب درجه وحشه كنت اروح الاقي اللي هو اقعد اعيط لماما تقولي خلاص تمام انت عملتي اللي عليكي، شوفي ايه اللي ناقص، شوفي، بنظبط الدنيا مع بعض، ما كانتش بصراحه بتحسسني باي ستريس في اي حاجه. وده انتوا بتبقوا عايزينه، مش عايزين ان هم يقعدوا جنبكوا او يوتروكوا او يذاكروا لكم؟ حد فيكوا يعني اهاليه كانت متدخله معاه في موضوع المذاكره ده؟ لا خالص. طب معتمدين على ايه بقى، الدروس ولا على نفسكوا ولا ايه؟ اكيد الدروس طبعا. وبعد كده احنا لما قعدنا كمان من كورونا فكان في حبه كده بنعتمد على نفسنا قوي. طيب هنتكلم في موضوع الدروس وكنتوا بتاخدوا دروس ولا لا، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الثانويه العامه وازاي نعدي الشهر اللي فاضل على الامتحانات ونعدي كمان مرحله الثانويه العامه. مستمرين معاكم لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم مستنيين. زي ما كنا بنتكلم معاكم قبل الفاصل عن الثانويه العامه والشهر اللي قبل الامتحانات وقد ايه الشهر ده بيكون مهم جدا جدا لكل طلاب الثانويه العامه ولكل الاسر اللي عندها يعني طالب ثانويه عامه، ازاي يديروا الشهر ده، ازاي ممكن ما يضغطوش على اولادهم علشان يخرجوا باحسن نتيجه ممكنه
في الامتحانات. واحنا النهارده بنتكلم مع بعض اوائل الثانويه العامه، معانا عمر وائل الاول على الجمهوريه علم رياضه، وسهيل علام السادس على الجمهوريه ادبي. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على مساله الدروس، وكنتوا بتاخدوا دروس ولا لا، وانا متخيله ان كل الناس بتاخد دروس، الاوائل بياخدوا دروس، اكيد بياخدوا دروس. سهيل انت كنت بتقولي بناخد دروس، لكن بتاخدوا دروس قد ايه؟ وبتذاكروا عدد ساعات قد ايه؟ وانا عارفه ان السؤال ده يبدو شويه اللي بيذاكر كتير مش هيبقى عارف هو بيذاكر عدد ساعات قد ايه. لكن احنا هنا بنكلم اللي بيذاكر نص ساعه وساعه، يعني عايزين نقول له الموضوع ازاي يترتب. اوكي، بصي، وبالنسبه للدروس، هو طبعا كلنا كنا ناخد دروس. الدروس هي مثلا ممكن تديكي بنسبه 80% او 70% من الفهم للدرس او ايا كان الحاجه اللي بناخدها. بعد كده بنروح طبعا الباقي بيكون عليا انا في البيت. بعد كده حته ان انا بذاكر قد ايه، بذاكر على قد ما الافورت بتاعي في الاخر يجيبني. يعني هو مش بنقعد نحسب بعدد عدد الساعات بالظبط، بس مثلا اكون حاطه جدول، انا الصبح النهارده ورايا كذا، خلصته في ساعه، خلصته في ثلاثه، خلصته في خمسه، المهم ان هو يخلص. بتعرفي تذاكري كذا ماده في اليوم ولا انت بتذاكري مواد معينه؟ لا، انا كسهيله مش بعرف اذاكر كذا ماده في اليوم بصراحه. لازم هي ماده اركز فيها، اديها تركيزي كله، اخلصها خلاص تمام. ممكن حتى اذاكر منها كتير، بس هي ماده واحده. طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون استاذه رباب علي عبد الحليم، والده سهيله. مساء الخير عليكي، وطبعا يعني ام من امهات الاوائل ده شرف كبير، واكيد ليكي دور كبير جدا في حياه سهيله، وهي لسه كانت بتتكلم على مساله الاكل وازاي بتاكل في الامتحانات والدعم اللي الطلبه بيبقوا محتاجينه في الشهر ده. فرسالتك ايه لاولياء الامور اللي عندهم ثانويه عامه السنه دي وداخلين على ثانويه عامه خلال الشهر ده؟ ايه نوع الدعم اللي ممكن يقدموه للولاد علشان يعدي الشهر ده على خير؟ اولا مساء الخير. اهلا بك. ثانيا يعني انا بتمنى لكل طلبه الثانويه العامه السنه دي ان شاء الله ان ربنا يكرمهم ويوفقهم، يعني ونفرح بيهم كلهم كده بمجاميع كبيره ترضيهم وترضي اهاليهم باذن الله. الروجيتا اللي انا اقدر اقدمها ان الثانويه العامه سنه زي اي سنه، احنا اتفقنا انا وسهيل عملنا ديب كده اول السنه انها سنه عاديه جدا، مش هيبقى فيها ستريس، مش هيبقى فيها ضغط، هنعمل المجهود المطلوب والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. احنا اصلا داخلين ثانويه عامه احنا مش متوقعين ان احنا هنبقى من الاوائل، بس يعني احنا تعبنا فربنا كرمنا ان احنا بقينا من اوائل الثانويه العامه. اهم حاجه يعني خدوا الموضوع ببساطه جدا، لانه في الاخر هو ترتيبات ربنا، يعني في الاخر انت هتبذل مجهود هتلاقي نتيجه. فضلت تضغط على اولادك، مش في الاخر انت هتوصلهم لمرحله ان هم مش هيوصلوا لحاجه خالص، يعني الموضوع لازم يتاخد بصوره هاديه كده. يعني حضرتك كنت بتتحلي بالقدر اللي انا شايفاه وسامعاه ده من الهدوء اثناء الامتحانات؟ يعني ازاي كنت بتقابلي سهيله وهي عندها امتحان بكره؟ هل مثلا كانت بتسهر ساعات كتير مثلا؟ بتنام بشكل منتظم والدنيا ماشيه بشكل هادي، مفيش حاله الطوارئ اللي بتكون موجوده جوه بيوت كتير خالص؟ حقيقي ده ما كانش عندنا، لان الناس بيبقى عندها نظره عن الاوائل اللي الناس كتير بتعملها، يعني ما كانتش عندنا. حتى ايام الامتحانات احنا كنا بنحاول نكون اهدى، يعني انا فاكره كان عندنا امتحان صعب جدا، هي رجعت من الامتحان تقريبا شبه منهاره يعني، فاخدتها وخرجنا وتفسحنا ورحنا وجينا، قلت لها انسي اللي فات وخلينا نفكر في اللي جاي. دي طريقه مهمه جدا ان انت يعني حاول تهدي، هو 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 اساسا بستريس يعني، فانا كمان هضغط عليها، فده ما كانش بيحصل خالص نهائي اطلاقا. يعني اهم حاجه انت تسيبه براحته يواجه اللي هو فيه، وهو هيطلع منه لحاجه افضل. يعني انا شايفه دي افضل حاجه. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه رباب علي، ويعني ربنا يبارك لك في سهيله ان شاء الله وتشوفيها احسن الناس. خليني ارجع لعمر واداره الشهر اللي قبل الامتحان ده، موضوع مهم ويمكن في ناس كتير، وانا هنا تحديدا بتكلم على الولاد اكتر من البنات، طول السنه شكل مذاكرتهم مش شبه الشهر الاخير، بيقدروا انهم يجمعوا بشكل كبير حتى لو كانت فايتهم حاجات يلحقوا انهم يجمعوها في الشهر الاخير. انت كنت بتعمل ايه؟ وانا يعني انا كنت مخلص المناهج كلها قبل الشهر الامتحانات، فمثلا اللي هو ليالي الامتحانات انا كنت براجع مراجعه سريعه على المنهج كله، وبستريس على الحاجات اللي كانت مثلا واقعه مني او كنت بحلها غلط، عشان احنا الحل عندنا كتير يعني. بس وفي نفس الوقت كنت بسيب وقت ان انا برضو افصل عن المذاكره، يعني مثلا بكره الامتحان، فمثلا انا بوقف مثلا مذاكره الساعه 6 بالليل لحد بقى ما انام مثلا اوتيفر 12 10. وتعمل ايه بقى من الساعه 6؟ اعمل اي حاجه ثانيه غير ده. قرار يعني عايز حد قلبه جامد، لانه طول الوقت احنا ممكن تبقى مذاكر ومراجع وكل حاجه لكن وشك في الكتاب لحد اللجنه. ما هو خلاص، اصل يعني مش طول السنه اللي انت بتعمله في اخر 3 4 ساعات اللي هتفصل فيها دي وتريح دماغك هي اللي هتفرق معاك قوي.
فادي يعني خلي الراحه اولويه زي ما المذاكره يعني كنت اولويه. يعني ممكن تشوف صحابك، تفتح السوشيال ميديا، تعمل كده ليله الامتحان. ممكن انا كده كده يعني الموبايل كان معايا اصلا طول السنه عمري ما سبته، ف في اخر 3 4 ساعات من اليوم انا بقى بعمل اي حاجه غير ان انا بذاكر. وحتى وانا رايح اللجنه الصبح في ناس بقى بتفضل ماسكه الكتاب وتراجع ولحد على باب اللجنه ويشدوه. لا انا بصحى الصبح ما امسكش كتاب، ما براجعش. لو حد هيسالني على حاجه ابقى بقعد اشرحها له واجاوبه. لكن بتذاكر لاصحابك او بتذاكر مع اصحابك؟ مش بذاكر مع اصحابي بس بذاكر لهم. يعني لو حد بيسالني على حاجه انا بقعد اجاوبه واشرح له كده. وده دي يعني طريقه مذاكره كويس، انت ما تشرح الحاجه هتعرف انت فاهم ايه ومش فاهم ايه. ولو انت فاهم هتزود لك الفهم اكتر، بيفيدك يعني. فانا كنت بشرح لكتير من صحابي، يعني كانوا بيبعتوا لي مثلا اسئله وانا الصبح اقعد اجاوبها لهم. يا بخت اصحابك. طيب احنا هنروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع عمر وسهيله، خليكم مستنيين. لسه مكملين مع حضراتكم وكلامنا عن الثانويه العامه والشهر قبل الامتحانات، يمكن اقل من شهر خلاص على امتحانات الثانويه العامه، وحاله الطوارئ اللي موجوده جوه كل بيت مصري بسبب الثانويه العامه، ازاي نعدي المرحله دي. نتكلم النهارده مع الاوائل، فيعني هم اكتر ناس يقدروا يقولوا لنا كانوا بيعملوا ايه قبل الامتحانات. وفي بين نقطه مهمه كمان عايز اسالكم عليها، النوم، لانه في ناس كتير قبل الامتحانات وخصوصا ليالي الامتحانات ما بيجيلهاش نوم، وممكن يكونوا شطار جدا لكن من كتر التوتر انه خلاص داخل على الامتحانات وقد ايه الثانويه العامه دي يعني حد فاصل للي جاي، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ اتفضلي. بالنسبه لي انا لا، كان لازم انام. يعني مش مهم عدد ساعات النوم، بس مهم ان انا لازم انام، بس مش اقل من 6 ساعات كده كده، لان ده بيخليني انا اعرف اركز، اعرف ادي، اعرف اعمل أجمع حاجه، اجمع المعلومه كمان. بالظبط طبعا. فانا لو ما نمتش ما انا هبقى تعبانه، فمش هذاكر، فمش هعمل حاجه. فلا انا لازم انام زي ما بالظبط ما بذاكر، يعني حاجه مهمه. طب عمر كنت بتعمل نفس الكلام؟ بس هو مثلا قبل امتحان العربي اللي هو اول امتحان كان بقى كنت متوتر قوي، فما كنتش مش عارف انام كويس. بعد اول امتحان هو انا اصلا في العادي بتاعي ان انا بنام حبه حلوين، يعني 9 ساعات مينيمم بس. فكنت كده كده بنام، يعني ان انا على الاقل بنام 9 ساعات قبل الامتحان. في ناس كتير قوي انا اعرفها ما اللي هو النوم ده يعني بيفضل يذاكر لحد الساعه 6 الصبح، ممكن يروح الامتحان مطبق. هو فاكر ان هو يعني ده مش هيأثر عليه عشان هو مثلا متعود، بس هو فعلا بيأثر على الواحد وعلى تركيزه، ولازم يكون نايم كويس قبل ما يروح الامتحان. طيب مامتك كانت بتقول انه احنا ما كانش في مخططنا ان احنا نبقى من الاوائل. ودي حاجه الناس لما بتسمعها بتستغرب، لانه الناس متخيله انه حد يطلع من الاوائل ده اكيد دي خطته وده شكل يعني تربيته وتعليمه من هو صغير انه اكيد هيكون من الاوائل. لا هو خالص، انا بس كان يعني قبل اي حاجه هو توفيق من ربنا طبعا، تنظيم للوقت من الاول زي ما قلت لك، هو بجد تنظيم اهم حاجه، عدم مراكمة، بذاكر بجد، بجيب اخري في كل حاجة، ما كنتش يعني ببص خالص لمين بيجيب ايه. حتة انا برضو اقارن نفسي دي ما كانتش بتحصل خالص، انا بعمل اللي عليا وبعمل اقصى حاجة عندي، فاقصى حاجة عندي دي جابتني في الاخر ان انا اجيب مجموعة. يعني مامتك ما كانتش بتقولك بنت خالتك دخلت الكلية الفلانية، ابن عمتك جاب، لانه ده يعني بيتقال جوه كل البيوت يعني. لا ده غلط، في مقارنات طول الوقت ما بين ولاد العيلة وبنات العيلة ومين وصل لايه. لا بالعكس، انا يعني لو حد قارن بالعكس ده بيبقى اصلا احباط. يعني لو حد عمل لي كده مش ما اعتقدش انا كنت هادي اساسا. فلا كان انا باللي انا بعمله باللي انا وصلت له، فده كان سهيلة، فده كان احسن حاجة الصراحة. طيب شايفين مرحلة الثانوية العامة زي بعد ما عديتوها؟ لأنه أنا طول ما أنا في الثانوية العامة معظم الناس بتبقى شايفة أنه هي حياة أو موت، يعني اللي جاي بعد الثانوية العامة كله مرتبط بنتيجة الامتحانات. بعد ما دخلتوا الجامعة شايفين ده إزاي؟ وشايفين إزاي نتيجتك في الثانوية العامة تؤثر على حياتك بعد الثانوية العامة؟ هي يعني هي كده كده هتؤثر بحبة، بس هي مش هتؤثر زي ما الناس فاكرة أو زي ما الطلبة فاكرين. لان في ناس كتير قوي مثلا بعد ما دخل مثلا هندسه وخلصها يلاقي نفسه مش حبيبها وبيشتغل بحاجه تانية، حاجه ملهاش اي علاقه بمجاله، وباختلاف بقى يعني المواقف. فهي ملهاش علاقه، انت ممكن مثلا تخش كليه انت مش دي اللي انت كنت مترجتها، وتلاقي نفسك يا بتحبها او ممكن ما تحبهاش، بس يبقى عندك وقت ان انت تعمل حاجه تانية اصلا غير الدراسه خالص وتنجح فيها، وتبقى دي هي حياتك وهي دي كاريرك يعني. وانت اخترت هندسه وكنت حبيبها؟ يعني انا كنت عايز كمبيوتر ساينس، بس انا دخلت هندسه كمبيوتر، فيعني نفس المجال. انت جالك منحه للجامعه الالمانيه. شايف ده كان في مخططك؟ يعني انت كنت عايز كده، كان ايه الجامعات اللي في خيالك؟ لانه
مشكله ان احنا واحنا في ثانويه عامه ما بنبقاش عارفين احنا عايزين ايه اصلا. وكمان السن وانه انا مؤهل ان انا اخد قرار هو انا ينفع ابقى مهندس ولا انا المفروض ادخل كليه ثانيه، ما بيبقاش سهل. هو بيبقى سهل بس يعني انا كان في مخططي، يعني ما كنتش بفكر في جامعه معينه. يعني كليه يعني هي كانت غالبا هندسه او كمبيوتر ساينس يعني الاريا دي، عشان انا يعني كنت شايف نفسي بفهم في حته الماس والساينس والكلام ده، فخلاص يعني واضحه انا المفروض امشي ازاي. والحمد لله يعني بعد ما دخلت هندسه فالدنيا ماشيه يعني الحمد لله. شايف ان انت اخذت القرار الصح يعني، وكان اهلك مشتركين معاك في القرار ده؟ هم ما كانواش عايزيني اخش كمبيوتر ساينس، كانوا عايزين اخش بقى هندسه. كل الاهالي المصريه عايزين ولادهم اطباء ومهندسين بغض النظر عن الاختيارات الاخرى، يعني هندسه كمبيوتر قسمت البلد بالنص. بس طيب سهيله، انت اخترتي الجامعه ازاي؟ وكمان انت واخده منحه في الجامعه الالمانيه، استقبلتي الموضوع ده ازاي؟ احكي لنا كده كانت اجواء الاختيار الكليه ايه؟ لانه انا لو عارف انا عايز ايه من ثانويه عامه هيبقى عندي هدف، عارف ازاي هوصل له، فالموضوع هيبقى اهدى، مش هيبقى في حاله العصبيه اللي موجوده والتوتر اللي موجود بسبب الامتحانات. هقول لك انا اصلا في الاول كنت عايزه اعلام او سياسه واقتصاد، حاجه في الحته دي. بعد ما جت النتيجه لقيت ان انا جالي منحه للجامعه الالمانيه ان انا ادخل بيزنس، بدات ادور في مجالات البيزنس، والجامعه الالمانيه كمان يعني معروفه ومشهوره ومعروف دراستها ازاي هي ستريكت وازاي هي كويسه، فبدات ادرس الموضوع صح. لقيت ان انا لا يعني انا هبقى مبسوطه برده في بيزنس، مش هكون متضايقه خالص، ولقيت ان ربنا يسر لي طريق انا ما كنتش حاطاه في مخططي خالص. هو بجد طريق احسن مليون مره من اللي انا كنت حاطاه في دماغي. يعني انا كنت بقعد ادعي ان انا اخش اعلام، في الاخر انا بجد في المكان الصح، حاسه ان انا في مكاني المظبوط. فعشان كده اي حد بيفكر في حاجه معينه لو ما جاتلوش هيلاقي في الاخر ان ربنا بجد ييسر له طريق هو ما كانش بيحلم بيه اصلا، وهو ده مكانه وهو ده الحته اللي المفروض يتحط فيها. ولو الدنيا يعني اجتمعت عن هي ان هو يوصل في حته فهي هتكون دي فعلا. طب دي نقطه مهمه قوي يا سهيله، موضوع ان يبقى عندي مرونه ان انا اتقبل التغيير. يعني انت هنا كان عندك المجموع اللي يؤهلك انك تخشي سياسه واقتصاد او اعلام، ودي كليات القمه بالنسبه للقسم الادبي، لكن انت اخترتي بوجود المنحه في الجامعه الالمانيه انك تدخلي بيزنس. وهنا ده شيء مهم جدا، انه الناس اللي ممكن بقى المشكله عندها تكون مشكله مجموع، ما جابش المجموع او ما جابتش المجموع اللي يؤهلها للالتحاق باي الكليتين اللي انت كنت بتتكلمي عنهم اعلام وسياسه واقتصاد، بيبقى عندهم حاله من الاحباط الشديد وكانها نهايه الدنيا، والاهالي بيبقى عندها حزن شديد وكان الاخفاق ده مفيش نجاحات تانية. انت النهارده جايه بتقولي لهم انه لا في اختيارات ممكن تكون مش في بالنا، لكن تحسي بنجاح لما تدخلي الجامعه. نهاية. هو طبعا لازم الاول هيكون زعلان على ان هو عاوز حاجه معينه وما بيوصلهاش، دي طبيعه الانسان ما فيهاش اختلاف. بس انا دلوقتي لو فكرت فيها بعقلانيه شويه هلاقي ان حتى لو انا مجموعي اللي انا كنت عايزاه ما جاليش، ربنا حطني في حته خلاص الحته دي انا اشوفها انا اعمل اقصى ما عندي فيها، اادي فيها، اسعى فيها، هلاقي في الاخر ان فعلا ربنا مش هيحطني في حته مش بتاعتي ومش هي اللي غلط، لا بالعكس هو هيحطني في الحته الصح اللي انا هعمل فيها مجهود وهوصل فيها لنتيجه. بس ده بيبان مع الوقت، ده محتاج صبر، محتاج ان انا اتقبل فكره ان انا ده مش اللي انا عاوزه بس ده اللي ربنا عاوزه، فهي هنا بتكون بس من جوه شويه. طيب اخيرا كده كل حد فيكم يقول للطلبه قبل الامتحانات كده الفتره اللي جايه دي رساله، ايه رسالتكم من غير يعني ما نبقى بنديهم نصايح؟ لانه بالتاكيد كل واحد بيبقى شايف انه اللي عدى التجربه دي خلاص مش حاسس بيه، لكن انتوا لسه معديين التجربه دي فريش يعني، فتقدروا تقولوا لهم ايه قبل الامتحانات؟ ما توتروش، يعني ربنا مش هيضيع تعبك اللي انت تعبته طول السنه، وزي ما سهيله قالت يعني ربنا يختار لك الخير في واتيفر ايه النتيجه، حتى لو انت مش شايف ان فيها الخير، بس انت لو اقتنعت بالكلام ده هتبقى مش متوتر وهتحل احسن ما انت متخيل يعني. والحياه جوه الجامعه واختيارك للاقسام جوه الجامعه فرق معاك؟ واعتقد ان اكيد دماغك نفسها فرقت بعد الثانويه العامه. بتفرق يعني بعد الثانويه العامه بتحس ان انت يعني فتحت اكتر على الدنيا وعلى المجالات وعلى كده، فبرضه بالباك جراوند ثانويه عامه هيأثر في اختيارك في الحاجات بعدين يعني. وسهيله تقولي لهم ايه؟ انا اقول لهم ان هم يعني مهما يتخبطوا ويحسوا ان هم مثلا لو هم دلوقتي الدنيا بتروح منهم والدنيا واقعه منهم شويه، عشان الفتره دي فتره احباط بشع، فلا انا مش لاحق، انا مش مخلص، انا اللي انا ذاكرته انا نسيته، ده كانت بجد مشكله بالنسبه لي اللي هو لا انا اخش امتحان مش فاكره حاجه. فلا خالص، انت ربنا بيقف جنبك في كل وقت وفي كل دقيقه وفي كل وقت انت تعبت فيه وربنا بيرد لك ده، فبجد يعني
يستعينوا كده بالله ويخشوا كده بقلبهم جامد وما يتوتروش برضو زي ما عمر قال وما يقلقوش. وان شاء الله ان شاء الله بجد ما حدش يعني سعيه بيروح في حتة غلط مش بتاعته. فبس انا اتشرفت بيكم النهارده ويعني ان شاء الله نشوف كوادر مصريه مشرفه في كل المجالات، لانه اوائل الثانويه العامه دول احنا بنبقى شايفينهم يعني ممبر مهم جدا جدا داخل كل يعني طريق هم مشيوا فيه، بنبقى منتظرين منهم ما بعد الثانويه العامه. فبتمنى لكم التوفيق. سهيله اعلام وعمر وائل، شكرا جزيلا على وجودكم النهارده معانا في التسعه. شكرا لحضرتك. ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه لحد الامتحانات تعدي كده بهدوء وبدون توتر على كل البيوت المصريه، والولاد كمان يعدوا فتره هاديه علشان يقدروا يؤدوا كويس في امتحانات الثانويه العامه.